اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه السيد احمد حسين. بدايه سعد مساك. الله يمسكم بالخير ونصكم النبي كلك سوء. في البداية طبعا حضرتك صاحب مدينة سريم للألعاب الترفيهية وبالتحديد في عمان. يتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا صاحب طبعا مؤسسة سريم للألعاب التسلية والترفيه، بلشت بها قبل كورونا. مشروعي بسيط صغير، تسلية للأطفال، لعب للأطفال، نخلق جو مرح وفرح للأطفال. نعم بالتوفيق. بس احكي لي شوي أكثر عن بداياتك، أنت أصلاً كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع؟ ليش بالتحديد اتجهت لهذا القطاع؟ بداياتي صعبة شوية، إذا بدي أشرح فيها رح يطول عنها الشرح. نعم. لكن باختصار شديد، أنا كنت مغترب في دولة الإمارات، جيت على الأردن بدي أفتح مشروع، بدي أفتح بزنس. أجي علينا العيد كنت ماخذ أطفالي على مدينة ألعاب، أجت لي الفكرة من أنا بلعب أطفالي في مدينة ألعاب، والحمد لله رب العالمين بلشت في المشروع من خط الصفر، بلشت فيه والحمد لله رب العالمين. نعم، بس أصلاً شو هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم هون؟ إحنا مدينة ألعاب من عمر سنة إلى 12 سنة. المدينة بفضل من الله فل سيفتي، سيفتي فيها جداً عالي الحمد لله. الطفل فيكم يعني زي ما أنتوا بتشوفوا وين ما بروح المدينة فل سيفتي فل أمان. الألعاب بتشمل من عمر سنة إلى 12، بيقدر الطفل يلعب في جميع مرافق المدينة دون إنه يتأذى أو لا سمح الله يتصاب أو يتأشوا. الأمان بالله دائما وأبدا. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن مدن التسلية الثانية؟ إحنا شو اللي بيميزنا؟ بيميزني إني أنا قاعة داخلية. نعم. صيف شتاء، إحنا بهاي الشغلة كنا نتميز شوية، إنه إحنا المدن اللي زي حالات إحنا بنكون داخلية، صيف شتاء احنا شغالين الحمد لله رب العالمين. مش زي المدن الخارجية، المدن الخارجية كانت بتشتغل بالصيف، بالشتاء ما بتقدر تشتغل، لا احنا بنشتغل بالصيف وبالشتاء. نعم، بس اصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي انتوا عم بتواجهوها بمجالكم؟ المشاكل والمعوقات يعني شغلات بسيطة يمكن اتوقع، اللي هي الدراء مع الاهل او مع الناس اللي بتيجي عنا، تكون عارف ان هاي المدينة او المدن اللي زي حالات احنا على نظام الساعة وليس نظام كرت او نظام كوينز بنحط في الماكينات، لا احنا نظام جميع المدن اللي زي هيك زيي احنا اعتمادنا على الساعة. نعم. فترة العاب الاطفال الساعة، فهاي اوقات مشكلة نواجهها ما بينها وبين الزبائن او الناس اللي بتيجي على المدن تبعتنا. نعم، ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ حضرتك شو حابب تعمل لقدام؟ ان شاء الله رب العالمين الله بيكرم علي وبقدر افتح كمان مدينه ثانيه وكمان مدينه ثالثه باذن الله رب العالمين. النيه موجوده لكن لسه لقدام ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ رساله الشكر دائما وابدا الداعم الاساسي بده يكون الاهل، الوالده مصطفى اخوي، حماي هو ابو مرتي، هذول لهم فضل كثير كثير كبير علي، هم اللي دعموني، هم اللي ساندوني، هم وقفوا كمان في ظهري، هذول هم الاساس طبعا. وبشكر كل شخص دون استثناء وقف معي ساندني ساعدني دون استثناء. نعم، بس تحكي لنا شوي عن الاعياد والمناسبات اللي بتعملوها هون عندكم للاطفال. انا في عداك عن انها مدينه العاب تسليه وترفيه للاطفال، عندي كمان قاعتين داخليات، القاعة فوق لأعياد الميلاد ومناسبات، يعني بدل واحد يساوي مثلا حفلة وداع لابنه لبنته، طفل تخرج من الروضة من المدرسة بيقدر يجي يسوي كمان حفلة تخرج. عندي قاعة أعياد ميلاد بنقدر نسوي أعياد ميلاد للجميع. استغليت فرصة بصراحة بس أجت متأخر فيها، شهر رمضان الفضيل علينا فتحتها بأول 7 أيام أو 10 أيام من رمضان اللي هم قاعتين سويتهم للعزايم بشهر رمضان. إذا في شخص عنده عزومة بيقدر يجي يسوي عزومته عنا ومنه بلعب الأطفال، لكن أجت متأخرة فللأسف ما اشتغلت صح، لكن إن شاء الله رب العالمين لقدام راح تشتغل بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بتوفيق. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم بعمان وأصلا شو هي طرق التواصل معكم؟ إحنا شارع مادبة اليدودة تحت الأحوال المدنية من الخلف. الشخص اللي بيحب يتواصل معنا بيتواصل معنا على رقم تليفون واتساب او تليفون يحكي معنا 079 06
22440، وفي كمان بيقدر يشوف صفحتنا برضه كمان على الفيسبوك شريم كيتس او شريم للالعاب التسليه والترفيه، بيقدر يحط على الفيسبوك انستغرام بتبين له صفحتنا، بيقدر كمان يطلع على صفحتنا كمان اول باول. طبعا كمان في احنا كمان عنا اعتماد او بنحاول دائما كمان نساعد الجهات اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه، بنساعد دور الايتام، بنساعد القطاعات البسيطه اللي بتعتمد كمان على الرعايه للاطفال او ذوي المحتاجين او شغلات زي هيك، هذول بنساعدهم برضه كمان باذن الله رب العالمين. مدينتنا كمان الحمد لله بعد الفترات الصباحيه بنعتمد اعتماد كلي على المدارس، تجينا المدارس، الروضات، المعاهد، مراكز تحفيظ القران، عندنا اوفرات سبيشال لإلهم، سبيشالات سبيشال خاص لإلهم فتره صباحيه. دواماتنا بفصل الصيف من الساعة 12 الظهر للعشرة بالليل، فصل الشتاء من 12 الظهر للساعة 8 مساء بحكم الوقت انه كيف دينا بتصير عتمة وبتصير ليل. هي اعتمادنا. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد أحمد شريهم على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا وارتشفنا. شكرا لك. حياكم الله وتشرفونا بأي توقيت. شكرا.